يوم عقب ما جيت سادس ولا ذا، جارنا تهاوش مع ناس في الحارة، مرة من عند الحارة وأنا برا مروق كذا، المسوا سيارة عمي كذا، بس مسحها كذا، مشى ما هو بيمي، مسح السيارة كذا. قلت تعال، قال ايش تبي؟ قلت ايش عندك تمسك سيارة عمي؟ قال كيف سيارة عمي ايش عندك انت؟ قال ولد توكل على الله يا ورع. قلت ولد وش اللي ورع؟ تعال اقسم بالله ورع ورع ورع. قلت تعال ايش عندك؟ قبقح وانا صير، فهمت علي؟ وش عندي؟ ارجع ثم خمة النعال، عديت طبق ديورت، اخذت لي سيم ولا حصى، ديورت طبق، ما اقدر اواجه، لو واجهت مساكني كذا عدو كبير، اذكر الله يستر عليه، والله ظهري مات الله يرحم، لو مساكني كذا، فهمت علي؟ فالسياسة عندي هوش، السياسة اللي أكبر مني لازم أن يكون أتهاوش معه عن بعد، أتهاوش معه عن بعد، خذها قاعدة، اللي أكبر منك تتهاوش معه عن بعد، لا تتماسك أنت وياه، لأن اللي تماسكت أنت وياه بيشيلك زي كذا. شف هذا رقبتك وهذا رجيلاتك، بيمسك كذا، فهمت علي؟ يقول بط 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 بط، ثم يرفعك زي كذا، بيقول هاي حبيبي الآن أنت إنسان تصحى ولا لا. فكانت هوشاتي عن بعد، اللي أكبر مني، الصغار لا أتلف أنا وياهم، مرة يلفعوني مرة ألفعهم، والأمور طيبة. الشخص اللي ما انضرب في حياته هذا كذاب، يعقب يعقب.